قرأت هذه الليلة القرآنية العطرة التي تقيمها عموم قرية بهنباي تكريما للأسرة الراحلة الكريمة. أسأل ربي رب العرش العظيم أن يتغمدهم بواسع رحماته وأن يدخلهم جميعا فسيح جناته وأن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان. اللهم آمين. أتى كوكبة من الكرافة دينة القارئ الشيخ رشاد محمد السيد، وأتى أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد شعبان صابر. أدعوه لمنصة التلاوة وأرجو من السادة الزملاء الالتزام 10 دقائق حتى نفسح المجال لكل من أتى من القراء ليشاركنا في أداء واجب العزاء. فضيلة القارئ الشيخ محمد شعبان صابر، الشبانات، مركز ومدينة الزقازيق. الله أسأل له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين من خواتيم سورة النحل. عشنا واستمتعنا مع القارئ الصاعد اللامع محمد شعبان صابر القارئ والمقيم بالشبانات مركز ومدينة الزقازيق. انتقلناها لكم على كبرى قصور الضيافة المتنقلة ولؤلؤة الانوار والمصابيح الذهبية الحديثة احمد الجعفري بهنا باي الزقازيق شرقية وفيه مكة إدارة عبده عاطف عميد مصورين مصر ناصر صلاح والكردي للتصوير باسم عموم عائلات بهنباي رجالا وشيوخا وباسم فضيلة العالم الإذاعي الشيخ محمود علي حسن والذي نسعد به في فجر اليوم عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام ونسعد به الليلة في هذا العزاء عقب صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. باسم عموم عائلات بهنباي تقدموا بخالص الشكر والتقدير لجميع النواب الذين اتوا الى هذا المكان شاكرين للاستاذ لطفي شحاتة والاستاذ مجدي عاشور شاكرين للنائبة مروه هاشم والنائبة المحترمة ايمان خضرة والمحترم الاستاذ خالد بشر والمستشار حمودة عبد الهادي ورجل الاعمال الكابتن حسام خريبة الجمع الطيب الكريم.